وعقب تشرفهم بلقاء جلالة الملك المعظم، أكد عدد من أصحاب الفضيلة علماء الدين على ما تحمله هذه المناسبة العطرة من معاني نبيلة وقيم سامية. نود أن نشكر جلالة الملك على اهتمامه بهذه المناسبة الكريمة في هذا اللقاء، وهي مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مولد النبي عليه الصلاة والسلام عبارة بداية لتغيير الحياة على منهج الله عز وجل، بأن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ورئيسها هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول ينبغي أن نشرب في قلوبنا حبه، فحب الرسول عليه الصلاة والسلام هي جزء من الإيمان، ولكن كيف نصل إلى أن نغرس هذا الحب؟ إذا لم يعرف الجيل الجديد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أخلاقه وعن رسالته وعن شمائله وعن أخلاقه، ويعرف بعد ذلك كيف امتد الإسلام في العالم كله بفضل هذا النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبالتالي ينشأ جيل لا يعرف شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا نظن أننا ونحن نعلم أن الناس كلها تعلم، الأجيال الجديدة أصبحت مشغولة جدا، ولذلك لابد أن نحيي الاحتفال بذكرى بالمناسبات الإسلامية، سواء مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو الهجرة أو الأيام المباركات كلها، من أجل أن يستمع الجيل الجديد إلى هذه المواقف وهذه القضايا، فيكونون قريبا من الإسلام ويكونون أكثر تمسكا بالإسلام. تشرفنا اليوم في مأدبة غداء عند جلالة الملك حمد المعظم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهذه الذكرى كما نعلم ذكرى عظيمة عند المسلمين، لا سيما وأن العالم الإسلامي بأسره يحتفل ويحتفي بهذه المناسبة العطرة، وهي ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكون هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه صلى الله عليه وسلم. ظهوره ظهور رحمة، ظهور نعمة أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله لجميع هذه الأمة رحمة مهداة ونعمة مسداة وسراجا منيرا. هذه الاحتفالية تمثل ذكرى، وعود هذه الذكرى في كل مرة ما هي إلا تذكير للمسلمين بهذه النعمة ودلالتهم على يعني الهدي النبوي والاسترشاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ذكرى عظيمة. فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين، شمس هدى وشمس سنم، مع ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نظارة وتضوعا. فهذا الميلاد العظيم إنما هو ينبغي على المسلم أن يحتفي به، أن الحق سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال العلماء الفضل هو العلم والرحمة هو النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنهنئ العالم الإسلامي في بهذه المناسبة العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين على كلمة سواء، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. تشرفنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة بالصلاة مع سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، بصلاة الجمعة معه والتشرف أيضا بلقاء على مأدبة الغداء بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي هذا اليوم المبارك يحتفي جميع المسلمين في العالم من مشرقه إلى مغربه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم،
الذي بمولده يعني اختلف التاريخ وتغير التاريخ ودخل الإسلام إلى جميع يعني أرجاء الأرض وعم الإسلام جميع أرجاء الأرض، هذا الدين الخاتم وهذا النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن نحتفي ونقتدي ونحب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ونقتدي به في جميع أعمالنا وأقوالنا وتصرفاتنا، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات الواردة في القرآن الكريم، فيقول الله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحتفي بذكرى مولد نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحتفي ببعثته صلى الله عليه وسلم، فبها دخل الإسلام هذه الجزيرة وعم أرجاء الأرض، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير.